وإحنا دلوقتي هنوقع عقود مهمة جدا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. العقود مهمة لأنها ليها أكثر من هدف. إحنا بقالنا فترة طويلة بنشتغل على تطوير الوحدات الاجتماعية. عندنا مجموعة من الوحدات بتطورها لنا وزارة الإسكان، عندنا مجموعة من الوحدات أخذنا بيهم منحة من الصندوق الاجتماعي، وقعنا قبل كده في بني سويف وفي أسوان، وعندنا دلوقتي وحدات أخرى بنوقعها في مجموعة من المحافظات، في الفيوم وفي قنا وفي سوهاج وفي أسيوط والوادي الجديد. ليه العقود دي مهمة جدا بالنسبة لنا؟ مهمة جدا بالنسبة لنا مش بس لأنها جزء من خطة الوزارة في تطوير الوحدات الاجتماعية اللي بتقدم كل الخدمات على الأرض للمواطنين، ولكن لأن احنا هنبتدي الشهر الجاي في برنامج الدعم النقدي المشروط وفي برنامج المساعدات المالية اللي كتير من حضراتكم ابتديتوا تكتبوا عليه، وهنبتدي حملة لتوعية المواطنين وللتسجيل. فبالتالي مهم ان هم يكونوا في مكان مجهز، مهم ان هم يكونوا في مكان في بنية تحتية مناسبة، مهم ان الموظفين بتوعنا اللي هيكونوا بيشتغلوا يكونوا في مكان ملائم ومريح يقدروا يقدموا فيه هذه الخدمة. فمن ناحية احنا بنبتدي في المحافظات اللي احنا هنشتغل فيها، فسواء المحافظتين اللي وقعناهم قبل كده او المحافظات اللي هنوقعها النهارده، هي دي افقر محافظات في مصر، هي دي المحافظات اللي هنركز فيها كل شغلنا في المرحله القادمه، سواء في شغلنا اللي في تطوير اسر منتجه او قروض من بنك ناصر او تقديم خدمات اجتماعيه، واهم من كل ده شغلنا كمان اللي هنعمله مع وزاره الصحه، وهو شغل مهم جدا وعرض على اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اللي هو تقديم التأمين الصحي للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي، واللي هنبتدي أيضا من الصعيد، لأن احنا برضو هنبتدي على مراحل، مش هنبتدي في كل المحافظات مرة واحدة. فأنا سعيدة جدا بهذا التوقيع النهاردة، وعندنا مجموعة من المحافظات بنتوقعها، عندنا مجموعة من المحافظات ابتدت تشتغل، وده أيضا مهم لأنه بيتيح فرص عمل للشباب. صحيح فرص عمل مؤقتة، ولكنها فرص عمل مهمة جدا لأنها بتضخ دخل شهري لشباب عاطل عن العمل. هذا الدخل سيتم إنفاقه على الاحتياجات الأساسية لأسرهم وليهم، وبالتالي بيضخ فلوس في المجتمعات المحلية اللي بيبقى فيها تباطؤ اقتصادي، وهذا الإنفاق اللي بيتولد عن عمل مهم جدا جدا لأنه بيزود حجم الطلب على منتجات المشروعات الصغيرة. فإحنا هنا في تكامل، بنقدم خدمة مهمة وبنطور بنية تحتية، وفي نفس الوقت بنتيح فرص عمل للشباب، بنكسبهم مهارات وعلاقات عمل بالمقاولين، وبنضخ استثمارات في المجتمع المحلي. فأنا برحب بالأستاذة سهى سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي، اللي يمكن أول مرة توقع معانا حاجة النهاردة وإن شاء الله مش آخر مرة، وبرحب بزمايلي من الصندوق جميعا، مدحت وشهيرة وناجي وحاتم، وكلهم منورنا النهاردة ونوقع. مبروك مبروك. تكون معالي الوزيرة كمواطنة الأول، لأن أنا حاسة إن هي دايما حاسة بمتاعب المواطنين والأسر الفقيرة، يعني تحسين الوحدات الاجتماعية يمكن بيجي في أولوية أعمال الوزارة حاليا، وإحنا بنشكرها كمواطنين قبل ما بنشكرها كشركاء عمل. يعني العقود النهاردة ب 25 مليون جنيه، خمس محافظات هي اللي هتتغطى، هي محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد والفيوم. ده ضمن بروتوكول تعاون كان اتمضى الحقيقة في شهر 6 اللي فات، وكان إجمالي مبلغه 50 مليون، مضينا منه زي ما قالت معالي الوزيرة حوالي 8 مليون ونص في بني سويف وأسوان، والنهاردة بنكمل فبنمضي 25 مليون. زي ما قالت معالي الوزيرة، يعني في فوائد كتيرة جدا من توقيع البروتوكول النهاردة، هي أهم المزايا اللي موجودة ثلاث مزايا. أول حاجة تحقيق فرص عمل للشباب اللي موجودين في أماكن تواجدهم في القرى بتاعتهم، وده المفروض متوقع أن المشاريع بتاعتنا النهاردة تعمل حوالي 118 ألف يومية عمل على 25 مليون جنيه، وده في حوالي 153 قرية تابعين ل 37 مركز. رقم اتنين، أن احنا كمان بنشغل الشركات المقاولات، هي من الشركات الصغيرة، فبالتالي احنا برضو فدنا المشاريع الصغيرة اللي موجودة في القرية.
ورقم ثلاثة طبعا واللي هو اللي جه في أولوية يمكن ما ذكرته اللي هو تحسين مستوى الخدمات اللي في الوحدات الاجتماعية. فاحنا بنشكر معالي الوزيرة كمواطنين وبنشكرها كشركاء عمل على المجهود الرائع اللي حضرتها بتقوم بيه وكانت امبارح في سوهاج الحقيقة وإصرارها على إنها لازم توقع معنا النهاردة وهي لسه راجعة من المطار فاحنا بنشكرها يعني. شكرا. أهلا وسهلا. احنا بنشكر الصندوق على دعمه وتعاونه معنا دائما. اي اسئله ولا نمشي؟ استاذه فاطمه اولا الحمد لله على السلامه. ما يسلمك. بنتكلم اجتماعي في المحافظات الفقيره. هنبتدي في اول محافظه هتكون محافظه الاقصر وانا وزير الصحه ان شاء الله هنكون هناك يوم 12 ورئيس الوزراء هيكون موجود وباذن الله عندنا اكثر من حاجه هنعملها في الاقصر الاسبوع القادم. شغاله لسه واحنا لسه ما وقعناش بروتوكول واحنا مش محتاجين حتى نوقع هذا البروتوكول. هي خدمه احنا بعتنا قواعد البيانات اللي فيها الحاصلين على معاش الضمان لوزاره الصحه وبيعملوا حساباتهم لان بيدخل فيها العمر والاماكن والتوزيع. هنبتدي في المحافظات اللي فيها وحدات الرعايه الصحيه المطوره وبعدين في خطه ورئيس الوزراء طلب تقصيرها انها ان احنا نغطي كل الحاصلين على معاش الضمان. بس هنبتدي بالصعيد بين البنك الدولي الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي معا مدين تمويل للاشغال العامه الاشغال كثيفه العماله للصندوق الاجتماعي 70 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي و200 مليون دولار من البنك الدولي اتوقعوا من حوالي سنه ونص او سنتين والصندوق بينفذهم بكفاءه عاليه جدا من خلال مجموعه من الوزارات لان الصندوق ما بينفذش بنفسه. ففي راحت لوزاره الاسكان منح لتحسين منازل الاسر الاولى بالرعايه، راح لوزاره الشباب منح لتطوير مراكز الشباب، وراح واحنا الوحدات الاجتماعيه في وزاره التضامن وفي بقى مع وزاره الري وفي الشغل المعتاد. يمكن استاذه سهى تحب تضيف او المهندس مدحت. بتاعه البنك الدولي واتفاقيه الاتحاد الاوروبي مجموعهم يعني تقريبا في حدود ال 300 مليون دولار. القطاعات اللي بنشتغل فيها احنا عندنا مكونين رئيسيين، مكون البنيه الاساسيه كثيفه العماله ومكون الخدمات المجتمعيه كثيفه العماله. مكون البنيه الاساسيه كثيفه العماله بننفذه مع الوزارات والمحافظات المعنيه، ومكون الخدمات المجتمعيه هي بننفذه مع الجمعيات الاهليه. هي ان الصندوق الاجتماعي النهارده زي ما انا بتكلم دلوقتي في المحفظه بتاعته مع الجمعيات الاهليه متعاقدين مع 500 جمعيه. الصندوق مباشره مع الجمعيات الاهليه مع 500 جمعيه. ال 500 جمعيه دولت متوزعين على افقر 20 محافظه في افقر 120 مركز اداري من المراكز الموجوده في هذه المحافظات. الانشطه بتاعت الخدمات المجتمعيه عندنا تقريبا خمس او اربع قطاعات رئيسيه. عندنا مبادرات صحه الام والطفل، عندنا مشروعات محو الاميه، عندنا مشروعات النظافه والتوعيه البيئيه، عندنا مشروعات تشغيل الشباب في الخدمات المجتمعيه، عندنا ايضا في الجزئيه بتاعه البنيه الاساسيه ما زي ما سياده الوزيره اوضحت، عندنا مشروعات حمايه جوانب نهر النيل مع وزاره الري، عندنا تأهيل الترع الصغيرة ومقاومة الحشائش يدويا، عندنا مشروعات ترميم المنازل الأكثر فقرا وإن شاء الله في خلال الأسبوع القادم سيتم توقيع عقدين جداد مع وزارة الإسكان يختصوا بمحافظة سوهاج. فزي ما حضراتكم شايفين التركيز بالكامل على محافظات الصعيد في هذا الخصوص. أمل وتفاؤل وما زال امتى بالظبط هو هيتم الفصل الشهر الجاي رسمي بحيث ان فعلا الناس احنا ابتدينا احنا عيننا فريق العمل بتاع المشروع ففي مديره للمشروع الاستاذه نيفين القباش وادعوكم ان كلكم ابعتوا لها اسئلتكم مباشره. عيننا فريق بيحط الخطه الاعلاميه والتواصل الاعلامي. الخطه الاعلاميه اللي هي على الارض اللي هي تعريف المواطنين عشان يتقدموا للوحدات الاجتماعيه والرسائل اللي هتتحط للمواطنين ونشرح لهم الخطوات عشان يحصلوا ازاي. دي هتبتدي الاسبوع اللي جاي او اللي بعده في القرى.
جبنا مديرين المديريات وتواصلنا معاهم وشرحنا لهم البرنامج والشروط بتاعته. احنا دلوقتي اتفقنا مع وزارة التعليم على آلية متابعة الحضور، اتفقنا مع وزارة الصحة على الآلية بتاعة تقديم الخدمات الصحية، وبالتالي في أنشطة ابتدت. ما هياش الأنشطة الأهم اللي هي ان احنا ندي للناس الفلوس، لكن تسجيل الناس مفروض انه هيبتدي في هذا الشهر، بحيث ان هم يحصلوا على التمويل ان شاء الله من يعني في شهر يناير بإذن الله، لأن هم هياخد هناخد الناس بتبتدي تسجل، وبعدين بتدخل في مجموعة من المعايير بناء على استمارة، وبتاخد درجة معينة رقم بيعكس مدى تأهلها واستحقاقها بناء على خريطة استهداف. الأول جغرافي، بنبتدي بأفقر القرى وأفقر المراكز في الصعيد، وبعدين بناء على معادلة دخل ومرافق وخدمات متاحة للأسرة وعدد أولاد الأسرة ودخل الأم والأب وكده. فهم لما بيسجلوا بيبقى فيه نوع من الاستعلام والبحث حواليهم، وبعدين ياخدوا الفلوس بعدها. يعني في خلال أسابيع احنا ابتدينا نشتغل، بس لسه ما ابتديناش ندي الفلوس. أستاذ حسني الله يسلمك. بقول حضرتك مدى التعاون مع الوزارات الثانيه، زي ما حضرتك بتقولي الصحه في الماليه في تخطيط في تنسيق في تنفيذ المشروعات دي، بس يعني لو في يعني جهاز او جهه معينه او اليه التنسيق ازاي بيمكن عن هذا في هذا المشروع تحديدا اللي بنوقعه؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان القرى برضو تكافل القرى يعني. طيب بص، كل القرى وكل الشغل على فكرة، يعني بس عشان برضو حضرتك تبقى عارف ان الصندوق الاجتماعي للتنمية بيرأسه رئيس مجلس الوزراء واعضاء مجلس ادارته كل الوزراء اللي حضرتك قلتهم. فوزير التخطيط معانا في مجلس الادارة، انا في مجلس الادارة، ووزير ومعظم الوزراء اللي حضرتك ذكرتهم معانا في مجلس ادارة الصندوق، فده بيديهم فكرة عن خطة العمل. تنفيذ مشروعات البنك الدولي بيتم من خلال عقود مع الوزارات. بالنسبة لنا احنا في تكافل وكرامة بنعمل بنشتغل بالاساس مع وزارة الصحة ووزارة التعليم في المرحلة الاولى، ومع السادة المحافظين طبعا على مستوى القرى والمحافظات. فالتنسيق ده دائم، احنا كل شغلنا لو حضراتكم لاحظتوا يعني في الحكومة دي قائم على ان احنا بنتعاون مع بعض. يعني احنا بكرة ان شاء الله لو حضراتكم متابعين عندنا الساعة 7 الصبح ماراثون زايد الخيري، وزارة التضامن عاملاه ووزارة الشباب مع بعض مع مؤسسات أهلية، مؤسسة 57-357، فكلنا بكرة هنجري 10 كيلو، اللي في نفس يجي يجري معانا. هنبتدي الساعة 7:30 الصبح نتحرك في استاد الدفاع الجوي، وبعدين عندنا بالليل الساعة 5 بعد الظهر حفل افتتاح الأولمبياد الخاص للمعاقين، والدعوات موجودة، اللي عاوز دعوة يجي يحضر حفلة الافتتاح، هيحضرها رئيس وزراء، يمكن يحضرها السيد رئيس الجمهورية. عندنا احتفالية ضخمة جدا. لا ده انا بكلمك على بكرة الساعة 5. بكرة عندنا 1027 لاعب هينزلوا في ألعاب يتنافسوا، كلهم من المعاقين فكريا. السبيشال اولمبيكس دي مهمه جدا لمصر، لان كل دول الشرق الاوسط دي الدوره الثامنه لالعاب الشرق الاوسط، وزاره التضامن ووزاره الشباب هما اللي منظمينها مع بعض، ومعانا شريك برضو جمعيه اهليه. والجمعيه الاهليه الحقيقه اللي معانا عامله الشغل كله، احنا بندعمها وبنساندها وبنشتغل احنا الاثنين مع بعض. جمعيه الرعايه امل مبده وايمن عبد الوهاب الاولمبياد الخاص، هديكوا اسمهم وعنوان، احنا من كتر ما بنقول اسامي الاشخاص نسينا اسم الجمعيه، بس هديها لها امام من فضلك. ممكن ندي زوم على اسم الجمعيه بتاعت الاستاذه امل والاستاذ ايمن، فهي جمعيه اللي بترعى الاعاقه الفكريه في مصر، هي اللي منظمه ده، وبرعايه الحقيقه من شركاء في هذا الموضوع. التمويل الاساسي احنا عاملينه من صندوق التمويل الاهلي، وبعدين في البنك الاهلي معانا وفي فودافون معانا، وعاملين لمده 10 ايام هتنتهي بقى الاحتفالات يوم 11 اللي حضرتك بتقولي عليها. طب في حاجه معلش يا فندم، انا كنت بعمل تحقيق عن المعاقين وعن قد ايه وزاره التضامن الاجتماعي بتكون بمجهود كبير جدا معايا. بتحاول لسه من لسه لسه رحت عند اللي هي في المجمع اللي هي مدير دكتوره سيده ابو السعود،
وبس انا قابلت معاقين الشكوى اللي بترددت ان هم اهاليهم بيحملوا المعاقين 5 ادوار هننقلهم العماره اللي جنبنا دي وبنركب الاسانسيرات. العميد ثروت موجود مسؤول عن ان احنا هنخلي مجمع التحرير بالكامل وهنديهم هنا اول دور. ربنا يخليك. طلبوا مني ان انا اواجه لحضرتك لما انا عملت انا عارف ان شاء الله الموضوع هيجي لكم. كل مكاتبنا في مجمع التحرير هيتم اخلاءها وهيجوا عندنا هنا. ده كويس جدا. ان شاء الله هنجيب التحقيق ان شاء الله. اتفضل. اي اسئله اخرى ولا نتوكل على الله؟ اتفضلي يا استاذ. احنا قدمنا مقترح متكامل بتشكيل مجلس الإدارة ومعروض على مكتب دولة السيد رئيس مجلس الوزراء. هو بقى اللي بيعلن. احنا قدنا له التشكيل خلاص. احنا خلصنا التقييم وعملنا التحليل وكان مفروض في مؤتمر صحفي لو تفتكروا لهذا الخصوص. وبعدين أجلنا عشان اضطرينا نسافر ونجهز حاجات للرحلة اللي كنا فيها دي. هنعمل تيالي هو فين إمام؟ امتى هنعمل المؤتمر الصحفي؟ يعني ال- 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 الحاجة جاهزة. يعني كده مش هلاقي حاجة أقولها في المؤتمر الصحفي. احنا النهاردة التركيز على الصندوق. تحرقيش المؤتمر الصحفي بتاع الأسبوع الجاي. أهلا اتفضلي يا أستاذة. احنا عندنا محافظات الصعيد اولا التمويل اللي جاي من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي جاي للمحافظات الاكثر فقرا. فاحنا بنتكلم عن اكثر 15 محافظة في مصر. اكثر 15 محافظة في مصر دول 9 منهم في الصعيد او 10 في الصعيد والباقي كم محافظة اياهم الفقراء بتوعنا اللي في وجه بحري البحيرة والشرقية والمشاكل اللي انتوا عارفينها. فجايين بقى بالتدريج. كل ما احنا بنخلص حصر بنبعت لهم الوحدات الاجتماعية يعملوا لنا العقود لان احنا برضو ده ليه شروط انه لازم يكون ترميمات. لازم يكون ينفع بآلية كثيفة العمالة. لازم يكون مش هنهد ونبني وحدات اجتماعية. المباني بتاعت الوحدات الاجتماعية الجديدة دي من خلال مديرية الإسكان وزارة الإسكان. أستاذة وفاء عيد وكيل الوزارة هي المسؤولة عن ده. ممكن تسأليها الأقصر إمتى؟ هتلاقي أقصر متأخرة عن ده. في المرحلة الثانية إمتى يا أستاذ متحة؟ احنا حاليا ان احنا موقعين بروتوكول ب50 مليون جنيه. نفذنا منهم لحد دلوقتي بالعقود بتاعت النهاردة حوالي 32.5 مليون. المبلغ المتبقي هيغطي الثلاث محافظات اللي ناقصين في وجه قبلي اللي هم الاقصر والمنيا والجيزه. وان شاء الله احنا في برضو يمكن يبقى في تمويل اضافي لكن لسه بنتفاوض مع الجهه المعنيه ان احنا ندخل محافظتين من بحري ان شاء الله. وزي ما سياده الوزيره قالت يعني هم غالبا هتبقى البحيره والشرقيه فاحنا او القليوبيه دلوقتي يعني لسه احنا بنراجع البلد. يعني الجيزه مثلا كنت مع معالي وزير محافظ الجيزه امبارح الصبح واحنا بنفتتح المجمع الطبي للقوات المسلحه. كنا بنتكلم عن العياط ونسبه الفقر اللي في العياط والمشاكل الكثيره اللي في العياط. العياط اول مركز هنشتغل فيه في كرامه وتكافل. الصف وأطفيح هما المركزين التانيين. بالنسبة لسوهاج هنشتغل في سقولتا وجهينة وطهطة. طهطة وجهينة دول من أفقر مراكز سوهاج. دار السلام طبعا أفقر ولكن فيها بعض المشاكل صعب العمل فيها. أسيوط البداري وساحل سليم والغنايم هنشتغل في أفقر وفي صدفة. صدفة دي من أفقر قرى. دي الحتت اللي احنا هنشتغل فيها. الجمعية اللي مشاركة معانا في السبيشال أولمبيكس اللي بعده حضراتكم ليه بكرة اسمها الجمعية المصرية الاتحادية للإعاقات الفكرية. اسمها طويل شويه فبنقول عليها امل لان مديرتها اسمها امل. امل هي ممتازه. انا عايزه اضيف حاجه بس ان حضرتك كنت في تدشين البدره دي وكنت حاجه مشغوله بيها وجيتي اللي هو المركز تنميه الجزيره ودشينا فعلا الحد بالظبط. وامبارح كان في مؤتمر صحفي او النهارده الصبح كان في مؤتمر صحفي في وزاره الشباب للاعلان الرسمي عن افتتاح الاولمبياد الخاص بتاع النهارده بالليل. فاحنا عندنا كل يوم حاجات مع الوزارات. تردا على الاستاذ حسني بننسق ازاي.